والمستخفين بدماء الشهداء والمستخفين بالوطن، نقول لهم هذا التصعيد يا أعضاء البرلمان اليوم قطع مؤقت للطريق الدولي لأنصار فترة 3 أشهر أو أكثر. مطالب المتظاهرين المشروع الحقة المؤيدة من قبل كل الوطنيين في العراق، والمؤيدة من قبل كل الأحرار في العالم، والمؤيدة من المرجعية، قمتوا بالاستهانة بها والاستخفاف والتسويف والمماطلة. إلى هنا انتهى الوقت، بدأ الحسم، بدأوها أهالي الناصرية الشرفاء ومن بعدهم أهالي الديوانية الأحرار، واليوم أهالي بابل ثوار بابل يقومون بقطع السريع الدولي. وإيصال رسالة لكم، احسموا الأمور قبل أن نحسم أمركم، احسموا الأمور قبل أن نحسم أمركم، لا تراجع لا هوادة. هذه 3 أشهر راهنتوا على عامل الوقت وازددنا صلابة وأصرار وعزيمة، هذه المهلة قطع مؤقت، وبعدها يقررون أهالي الناصرية والديوانية والحلة وكربلاء والنجف وأغلب المحافظات، سيخرجون عليكم بخطوة تصعيدية موحدة، وكلنا قرار واحد بإذن الله، وسنهزمكم بإذن الله، فاتعظوا قبل أن يفوت الأوان.